هاي المرة الأخيرة اللي شفتها بيها؟ لا شفته بعد احنا سوينا مدينة صدامية الثرثار. كان هو يجي يزور كل جمعة ويجي وياه فلوس يوزعها على الموجودين. من هم الموجودين؟ الحاملين اللي يشتغلون بالمشروع. اجا السيارات هي المنطقة عالية وجوها سيارات مصفوفة كلها من هاي دفع الرباعي. قالهم روحوا شوفوا لنا منو بالمدينة. جمعة ما حد طالع، راحوا ورجعوا وقالوا سيدي ماكو أبدا غير مهندسة سعاد المسؤول عن الزراعة، خل تجي هي وزوجها. اجوا هي وزوجها، احكي لي سعاد شلون الزراعة؟ قالت لا شكل شكل. سولف وياها وقال لها هي سعاد تحكي، قال لها شو تريدين؟ قالت له سيدي لا الزوجة انت شو تريد؟ قال له والله سيدي سلامتك، بس انا طلعت معدل مال قليل، اردت ادخل حقوق قبلوني بالاداب. قال لي ابا هذي روح حقوق. انت شو تريدين؟ قالت له سلامتك والله يحفظك وما اعرف ايش. قال له سيارة عندك؟ قالت له لا. قالت تاخذي لك وحده من ذول السيارات الجو. السيارات اللي جايه وياك؟ اي هي تقول انا استحيت اقول مرسيدس ما اعرف ايش، اختارت هذا الدفع الرباعي. استحيت اقول مرسيدس ما اعرف ايش، اختارت هذا الدفع الرباعي. قال لهم طوها السياره. شوية جاء المرافق قال سيدي كل الفلوس جبناها بهاي السيارة. قال هي والفلوس. معقولة؟ والله. وسعاد بنت لك فد بيت حلو. هو هيجي. قال لهم طوها السيارة. شوية جاء المرافق قال سيدي كل الفلوس جبناها بهاي السيارة. قال هي والفلوس. معقولة؟ والله. وسعاد بنت لك فد بيت حلو. هو هيك.